بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بجميع من يستمع إلى هذا التسجيل الصوتي أو الكتاب الصوتي. هذا الكتاب له أسماء عدة، من أسماء هذا الكتاب رواية ست شامية، ومن أسمائه أيضا ABC هذا اسم باللغة الإنجليزية، ABC نوفل، أي رواية، أو بالإنجليزي أبسولوت بوك، كروكولم نوفل، أي كتاب الكتاب المطلق أو كتاب المنهج المطلق. أبسولوت مطلق يعني لا يتجزأ، لا يمكن تجزئته. وكذلك من أسماء الكتاب يوم عرفة 1970، إلى 2020، يعني 50 عام. على اليوتيوب سيكون اسم الكتاب يوم عرفة 1970 2020، الكتاب أو الأبسولوت بوك الكتاب المطلق أيضا اسمه بالإنجليزي أو عنوانه Finance and Nas، أي المالية والناس. وأيضا من الأسماء لهذا الكتاب القرآن فاتحة وخاتمة، القرآن فاتحة وخاتمة، أي سورة الفاتحة والسورة الأخيرة من القرآن الكريم، وهي سورة الناس. وهنا يشترك الاسم مع المالية والناس. وأيضا هو كتاب باسم بطل الكتاب أو بطل الرواية نائب، نائب بالإنجليزي نائب بوك. نائب هي 4 أحرف N A E P،
باللغة الإنجليزية أي nation program nation assessment education program أي برنامج الأمة لتقييم التعليم. طبعا هذا الاسم هو اسم بطل الرواية كذلك، وبالعربي متكون من 4 حروف NA، أول حرفين اسم البطل NA نائب، واسم نظريته أو نظرية البطل نائب، فيطلق على البطل نائب بطل الرواية. هناك اسم آخر المؤامرة بين الواقع والخيال أو بين الحقيقة والخيال conspiracy reality and imaginary. Or conspiracy, fiction reality, fiction reality. هذه الأسماء يعني عندنا مثلا لو كان الرواية science fiction فهذه conspiracy fiction reality أي المؤامرة. طبعا في الرواية ورواية ست شامية، بالإنجليزي رواية سيتي أور سيتي نوفل، سيكون الكتاب بحكم هذه الأسماء كتاب عن التعليم ومناهج التعليم وهل التعليم مؤامرة. نقصد بالتعليم التعليم العام، سيتم البحث في هذه الرواية والتحري عن الأحداث التي حدثت بين العام 1970 إلى 2020، الأحداث تخص التعليم أو منظومة التعليم، ونقصد هنا التعليم العام الذي أصبح ثقافة الناس، وهي أو التعليم تدرج بين 1970 في جميع دول العالم حتى وصل في 2020 أن يكون منهج لجميع الدول
في القرن العشرين يعرفه كل الناس، وكل الناس في جميع أنحاء الأوطان أو في جميع الأوطان أي الدول بما فيه دول الولايات المتحدة أو أوطان الولايات المتحدة، وهي 50 وطن بعدد الولايات. الرواية تحكي أو فيها غموض سوف يتم التحري عن هذا الغموض لمعرفة هل كان هناك تخطيط مدروس وهل 1970 انطلاقة برنامج نائب وهو تقييم التعليم، برنامج تقييم التعليم الوطني تم إطلاقه في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مشكلة أو هناك خطة للتعليم مضى عليها 50 عام من 1920 حتى 1970، هناك تدرج في نشر ثقافة التعليم، نقصد التعليم العام، هناك مفارقات حدثت في كل 10 سنين من التقاء الأبطال، أبطال الرواية، ومشاركتهم في إصدار هذا الكتاب وهذه الرواية حتى تكون رواية ل50 سنة أو 50 عام قادم. هي الرواية ستكون مستمرة لأن التعليم هو مطلب أساسي للأمم أو الدول، يعني الدول والأمم هي ماشية في قطار التعليم
وذلك لي تلحق بركب الدول التي سبقتها حتى يصبحوا في مستوى منافس. إذن المنافسة للناس في التعليم، ستكون هناك لهذا الكتاب الصوتي محاضرات تحت عناوين الكتاب أو أقسام الكتاب. أي كتاب له مقدمة فاتحة وله خاتمة، بالإنجليزي conclusion. فالقرآن الكريم أيضا له فاتحة وهي السورة الأولى، وبالإنجليزي chapter 1، وله خاتمة وهي السورة الأخيرة، وبالإنجليزي chapter 114. ستكون الثقافة في هذا الكتاب أو مرجعية في هذا الكتاب فقط بين الفاتحة و الخاتمة، خاتمة الكتاب وهي سورة الناس. نقدم مقدمة بسيطة. سورة الناس أو كأي شابتر في كتاب، تتكون الصورة من آيات. الآية في الكتاب بالإنجليزي articles، يعني لأن كل صورة في القرآن لها أو هناك عدد من الآيات، فنحن معنا سورة الناس. إذن سورة الناس هي الخاتمة وهي شابتر 114، عدد آياتها 6. تتميز هذه الخاتمة بالاسم، اسم الصورة، وهذا الاسم تفردت به هذه الصورة، من ناحية أن اسم الصورة تكرر 6 مرات، مرة في الاسم يعني سورة الناس، وداخل الصورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، كأي سورة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسب آية، أي هي ليست آرتيكل، ليست فقرة. أما في سورة الفاتحة فبسم الله الرحمن الرحيم هي آية. فآيات سورة الناس هي 6 آيات، وبالعربي يعني ممكن نعتبرها ترجمة لأرتيكل فقرة. إذن كل فقرة
في الكتاب لها معنى، كما كل آية لها معنى. فنحن لا نتطرق إلا لآيات السورة، فالآية الأولى قل أعوذ برب الناس 4 كلمات، الآية الثانية ملك الناس 2 كلمات، الآية الثالثة أيضا 2 كلمات، إله الناس، فهنا عندنا 8 كلمات ذكرت الناس، كلمة الناس في كل آية، يعني 8 كلمات في 3 آيات أو 3 فقرات. ثم الآية الرابعة من شر الوسواس الخناس، لم تذكر الناس. ثم الآية الخامسة الذي يوسوس في صدور الناس، ذكرت الناس. ثم من الآية السادسة من الجنة والناس، هناك 5 آيات ذكرت فيها الناس. من هنا نستخلص أقسام الناس، الناس تعني في هذه الآية كافة الناس، أي كل الناس، كما بين في الفاتحة العالمين. وإذا كان قصد العالمين الناس أو الإنس والجن، فقد ذكرت في آخر آية، الآية السادسة من الجنة والناس. فعند أي رواية أو كتاب كأن الخاتمة بتبين الناس اللي هم العالمين من الجن والناس، وهم المستهدفين من بيان القرآن الكريم. والقرآن الكريم رواه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، النبي محمد. نحن نذكر الأقسام، فالقسم كل آية هي قسم، والصورة بمجملها كذلك قسم، سورة الناس. جميع سور القرآن هي كلمة واحدة، يعني 114
شابتر أو قسم أو صورة، كل صورة أو قسم لها اسم، مثل الفاتحة والثلاث الصور الأخيرة الصمد والفلق والناس. هنا عندنا 4 صور مشهورة كثقافة عند العرب سواء المسلمين أو غير المسلمين، وهي سهلة الحفظ وتعتبر ثقافة. متى يعتبر يعني كلمة ثقافة؟ وهنا نقصد ثقافة تعليمية، يعني إدراك ووعي وفهم وتعلم. نقارن ثقافة القرن 2020 وهي العلم من ناحية القراءة والكتابة، يعني أصبح الآن، والقراءة والكتابة ليس لها علاقة باللغة، يعني كل إنسان يستطيع أن يقرأ ويكتب بلغته. وانتشرت ثقافة القراءة والكتابة في القرن 21، طبعا من القرن 20 إلى القرن 21. ولو قلنا نأخذ يعني منعطف القرن في أول 20 عام، يعني منعطف القرن 21 بعد في الثقافة، بعد أو يبدأ 2021، ومنعطف القرن 20 بدأ في 1921. فهنا منعطف ثقافة الأمم. أما القرن 19 لو بحثنا ونظرنا فكانت تقريبا نسبة ثقافة التعليم ضئيلة جدا، فالمنعطف كان في القرن 20، بدأ النمو في الثقافة التعليمية، وهنا نقصد التعليمية القراءة والكتابة، إن مادة التعليم القراءة والكتابة، القراءة والكتابة هي مادة التعليم. فإذا أرجو أن تتابعوا هذا الإلقاء أو هذه المحاضرات لكي نفهم منعطف القرن 20. نستطيع القول القرن 21، إن القرن 21 بلغ ثقافة التعليم، بلغت الذروة. السبب إنه أصبحت ثقافة التعليم تنمو من القرن 20 نحو جرعة اثنا عشر عام من تعليم
القراءة والكتابة. ونلخص المناهج في 5 مناهج: العلوم والحساب والفنون والقراءة والتقنية، وهي تتلخص في سمارت: ساينس، ماث، آرت، ريدينج، تكنولوجي. طبعا حدث تغيير في المادة الثانية أو المنهج الثاني اللي هو الماث، باللغة العربية أصبح رياضيات، يعني ليس الحساب. وهنا منعطف قد يكون جيد وقد يكون غير جيد من ناحية قوة التركيز على المادة نفسها. أو يعتبر خروج عن الهدف، لأن الحساب يختلف عن الرياضيات. اسم الرياضيات اسم لا يدل على الحساب، يعني كان اسم الرياضيات هذا اسم قد يكون ينفرد به أو تنفرد به اللغة العربية أو العرب في مناهجهم. طبعا البحث بين المناهج الإنجليزية والعربية، سوف يكون الكتاب الصوتي مقسما على حلقات، وكل حلقة تعتبر رقم، لها رقم، لا يوجد رقم فردي، أرقام زوجية، يعني حلقة 2 4 6 هكذا. وهناك هدف، والكتاب سيكون صفحة 2 صفحة 4 مثلا، لو أنت بالعربي فالإنجليزي صفحة 1 صفحة 2، يعني صفحتين هي 2، ترقيم الصفحات في الكتاب. إذن الكتاب يعتبر أجزاء، سبع أجزاء مأخوذة من المالية والناس. أو مأخوذة من سورة الناس، يعني كل قسم، القسم الأول اسم السورة سورة الناس، القسم الثاني الآية الأولى وهكذا. فالقسم الأول يعتبر الثاني، سورة الناس وقبلها سورة الفاتحة. الآية الأولى من الناس اللي يقول أعوذ برب الناس، قبلها الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تعتبر 2 وهكذا.
القسم الثاني عندنا بسم الله الرحمن الرحيم وما يقابله. فإذا عندنا القسم الأول أو القسم الثاني سورة الفاتحة سورة الناس. القسم الرابع سورة الفاتحة سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، وهكذا تتدرج الأقسام. تم التركيز في هذه المحاضرة الثانية طبعا المحاضرة الثانية لها كتابة أو الرقم له كتابة، رقم 2000I وهكذا، رقم 400I0. تقنية الرقم لهدف التغيير في الرموز، رموز الأرقام، يعني لا يكون عندنا أرقام فردية أبدا. ستكون الرواية هي منهج جديد ومنعطف جديد في التعليم وسياسة التعليم، وأيضا هي تقييم ل100 سنة من التعليم. ال50 سنة الأولى من 1920 إلى 1970 هذا يعتبر منحنى الصعود وممكن يكون الصعود بميل معين بما يناسب السنين المنحنى وهو في صعود حتى 1970 ممكن يكون المنحنى نقص أو الزاوية قلت وأصبح هناك منعطف، ممكن نزول أو خط مستقيم ثم طلوع، وقد يختلف هذا الخط المستقيم من بين الشرق والغرب مثلا، أو الشرق الأقصى والشرق الأوسط والغرب الأقصى والغرب الأوسط. إذا أردنا أن نقسم جغرافيا الغرب والشرق، فإذا عندنا الغرب في غرب أقصى، طبعا نقصد نحن الغرب إنه الحديث أو الغرب الذي يملك أصحاب التغيير وأصحاب الدعوة أو الريادة في التعليم الذي يخص جميع الدول عن طريق الأمم المتحدة، يعني العالم الغربي
العالم الغربي المقصود الدول الغربية، والدول العالم الأول يعني يسمى العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، كانت 5 دول والآن صارت 6 دول. كانت 4 دول غرب ودولتين شرق مع روسيا اتحدت، ثم انحلت أو دخلت ألمانيا الشرقية مع ألمانيا الغربية، ودخلت الصين برضو دولتين في الشرق. هذه الدول العظمى الصين وروسيا، وعندنا 4 دول غربية، الغرب الأقصى اللي هو أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية معها كندا أو كذا يعني حلفاء، وأيضا جنوب أمريكا مع بعض الدول. أما الدول الغرب الأوسط أو الغرب الأدنى أو الأوسط اللي هي دول أوروبا، دائمة العضوية يعني يكاد يكون الغرب دول العالم الأول والثاني اللي هي الدول الأوروبية. أما الشرق ما في دول العالم الأول إلا روسيا أو الاتحاد السوفيتي، ثم الآن الصين. هناك منعطف قد يقوى الشرق بدخول الصين، وهناك الهند قد تدخل من الدول العالم الأول. وهنا المعيار هو التعليم وليس الأموال وليس أيضا قوة السلاح أو حتى الاقتصاد. فهناك تداخلات، لكن الرواية تقيم التعليم وتتابع التعليم وما هو السر لدى بطل الرواية، والمنعطفات التي اطلع عليها بطل الرواية وليس الراوي، وهو نائب دكتور، شخصية دكتور نائب. وما هي المنعطفات في حياة بطل الرواية في المراحل التعليمية وفي مجال التعليم، لأنه كان بطل الرواية هو في مجال التعليم في مسيرته حتى 2020. طبعا بطل الرواية على قيد الحياة، نتمنى له دوام الصحة والعافية، وأن يرى هذه الرواية وتهدى إليه نسخة ويفرح بها. هناك أسرار في الرواية وهناك غموض وهناك عمليات تحري أخذت من الراوي زمن طويل لا يقل عن 7 سنوات للوصول إلى هذه أو لفك لغز الرواية.
ففيها من الغموض والتحري والتقييم الذي سيكشف عن حقيقة أو الخيال العلمي أو ساينس فيكشن أو الخيال التعليمي أو الخيال الثقافي خيال ثقافي وليس علم. إذن هذه المحاضرة استغرقت 30 دقيقة، وسوف نتابع بمحاضرات أخرى نعتبرها حلقات ونعتبرها تعريف بالرواية، وأكتفي بهذا القدر ونلقاكم.